واخد باسبورك كمان. ماشي يا ياسمين، ماشي. روني قال لا شافها ولا اجت لعنده، بس صدقني انا وصلته وشفته طالع لعنده. تعال وراي. ملاحظة انك ما حكيتي ولا حرف من وقت لما رجعنا؟ شو ضحكت وانتي ولمر؟ ولا شيء. ولا شيء. طب شو كنتي صافني لما كنتي قاعدة على البحر؟ فيك. حلو. طبعا حلو. كنت صافني فيك وعم فكر لو ما هالصدفة خلتني اشوفك وانت معانا هالبنت اللي ما بتعرف مين هي، ولو ما رجعنا على البيت سوا وتخانقنا بسببها ومشيت وتركتني بالبيت لنفس السبب، ولو كنت موجود لما الياس اجى على البيت كان صار فيني اللي صار. بس تصحيح بسيط لكلامك. اولا انا ما تركت البيت ومشيت. ثانيا انت نسياني كيف كانت حالتك وقتها. انت كنتي ما بتضحكي، كنتي نص مجنونه، وحطيتيني قدام خيارين اذا بتتذكري. يا انت تحملي حالك وتطلعي برات البيت، يا أنا أطلع برات البيت، وأنا اخترت إني أمشي لحتى أنتي ما تمشي. والله ما بعرف شو بدي أقول لك، معك حق، يعني يمكن أنا أوفرت كتير بردة فعلي. كان عادي يشوف جوزي بحضن وحدة تانية ما بيعرفها، لا قال عم يودعها بس ما بيعرف مين هي. شي بضحك. أيوة، فكرت إنه خلصنا. لا ما خلصنا، لأني ما نسيت تيم ولا رح أنسى، وكل هالمصايب اللي صارت من تحت راسه، ولو كنت موجود لحظة اللي إجا الياس ما كان صار فيني اللي صار. هذا شيء طبيعي، أنا كل مصايب الكون من تحت راسي أكيد. لا سيدي، مو بس أنت وهي كمان. لك والله العظيم إن... مين؟ مين؟ رقم غريب. إيه لا ترد. لا لا، ولا لك رد رد، يمكن لمار أنا عطيتها رقمك مشان تحكي معك مشان الشغل. الو. اهلين. اهلا وسهلا. اهلين. لك خير؟ طولي بالك طولي بالك، شو صاير معك؟ ايه ماشي، خليكي مطرح ما انتي، هلا بمر باخذك. يلا ربع ساعة بكون عندك. لك شو في؟ هلا بفهمك. بس اجي. مين لورا؟ دين؟ ما بطول ما بطول. لك مع مين كنت عم تحكي؟ بس اجي بشرح لك كل شيء. لك دين؟